إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات الإسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. وننوه في بداية هذه الحلقة على أرقام هواتف البرنامج وهي كالتالي: 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. بعد تصريحات الرئيس التركي الأخيرة واستعداده لتقديم المساعدات العسكرية لليبيا في حالة طلب حكومة الوفاق ذلك، السؤال يقول: على من تقع مسؤولية الدماء التي تسفك كل يوم في حالة عدم الاستجابة لمثل هذا العرض، وهل هو من الأسباب المشروعة لرد العدوان؟ تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أولا إني أحيي الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، وأكبر فيه الهمة العالية والشجاعة النادرة في التصريح الأخير الذي أعلنه أمام العالم، ولم يخش فيه لومة لائم، وأعلن فيه استعداده للدعم غير المحدود، تقديم الدعم غير المحدود لنصرة قضيتنا العادلة ضد عدوان حفتر وحلفه الآثم، وأنه فيما إذا طلبت حكومة الوفاق منه هذا الدعم العسكري بجميع أنواعه، بالعتاد أو بالعساكر أو بكل ما تحتاج وما تريد، فإنه سيفعل بقوة دون تردد ولا التفات إلى أحد، غاية في القوة وفي الشجاعة وفي النصرة. وإنني أحييه ثم أحييه ثم أحييه، ونزداد يوما بعد يوم اعتزازا بمواقفه المشرفة في نصرة قضايا الأمة في فلسطين وفي كل القضايا العادلة للمسلمين، في وقت عز فيه النصير وقل الظهير وتألب الأعداء وتنادى في حلفهم علينا العملاء،
لقد ظهر عوارهم وبان عراؤهم فيما نشر أخيرا أخيرا في تقرير خبراء الأمم المتحدة بأن ضمن من تورطوا في الحرب على طرابلس في الحلف الآثم ضمن هذا الحلف ذكروا السعودية والإمارات والأردن ومصر لئن تحالفوا علينا بحلف أو بأحلاف بباطل فمن حقنا أن نتحالف مع الشقيقة تركيا في حلف بحق حلف مع تركيا أعطى الحق أعطى لتركيا حقها في الاستفادة من حوض البحر الأبيض المتوسط وكانت تركيا الشقيقة كانت وفية في المقابل كانت وفية وكانت سخية وهكذا شأن الكرام الله تبارك وتعالى أثنى وجعل الأبرار أثنى على الأبرار بقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فها هي الفرصة ها هي فرصة فريدة فرصة أقول فرصة فريدة نادرة ثمينة سمها بما شئت نفيسة قد لا يجود الزمان بمثلها قد لا تتكرر قد سنحت ولاحت وبانت وهي فرصة قانونية كما ذكر الرئيس التركي وفقه الله لأنها مع الحكومة المعترف بها دوليا لا مع المنقلب لا مع المنقلب على الشرعية في حلف السوء السعودي الإماراتي الأردني المصري الصهيوني فهي حلف مع صديق لنصرة الحق لتمكينه من حقه ولدعم قضيتنا فهي فرصة قانونية بالمعنى القانوني ضد هؤلاء الظلمة المجرمين الذين تحالفوا علينا وأتونا بقضهم وقضيدهم يتوعدوننا ويعدون مرتزقتهم بأنهم لو أكملوا المهمة ودخلوا طرابلس فإنهم سيوزعون على كل واحد منهم شقة مبنى في طرابلس والسؤال الذي علينا أن نسأله من أين يا ترى تأتي هذه الشقق التي ستوزع لا سمح الله على هؤلاء المرتزقة إنها شقق أهل طرابلس الذين سيهجرون كما وزعت أملاك أهل بنغازي بعدما هجروا على المفسدين وعلى الظالمين فاعتبروا يا أولي الأبصار وهي أيضا فرصة شرعية
ومعاهدة شرعية يجب علينا أن نغتنمها ولا نفرط فيها، لأنه تحالف ضد عدو صائل باغ غادر. والله تبارك وتعالى يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهي بكل المعاني الشرعية والقانونية هو حلف واتفاق مشروع، ولا ينبغي أن نسمع إلى المرجفة وإلى المخذلين وإلى المفسدين الذين يتكلمون بكلام سوف يندمون عليه لو تمكن حفتر من رقابهم. يقولون إن هذا فيه إعطاء قواعد عسكرية لدولة أجنبية. أقول: هذا لا يعيرنا في الحق ما دام لنصرة الحق ونصرة بلادنا، فهذا أمر مشروع وأمر متعارف عليه دوليا. حتى الدول الكبرى مثل بريطانيا ومثل فرنسا ومثل ألمانيا كلها تجد فيها قواعد أجنبية. بريطانيا فيها قاعدة أمريكية، ألمانيا فيها قاعدة أمريكية، قواعد أجنبية موجودة ما دامت هي في بلد فيه مصلحة، مش يعني إعطاء قواعد مثل ما يعطي حفتر في الرجمة ولا في غيرها للإمارات ولا للمصريين ولا كذا، قواعد احتلال وقواعد مذلة وقواعد عدوان على الليبيين، قواعد فيها نصرة لأهل الحق ونصرة لأهل ليبيا. هذه مشروعة قانونا ومشروعة شرعا، وعلينا أن نستفيد من درس دولة قطر الشقيقة. إن في بداية الأزمة الخليجية كاد أن يبتلعها، كادت الدول الأربعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أن يبتلعها لولا سياستها الرشيدة الحكيمة، وأنها في لمح البصر عقدت اتفاقات عسكرية وقاعدة عسكرية لتركيا فوقف كل شيء. هذا ينبغي أن نستفيد منه، وهذا لا يعني مذلة لنا ولا يعني احتلال، بل يعني نصرة واسترداد لكرامتنا واسترداد لعزتنا ورد العدو الصائل ودحره. فأقول: هذه الفرصة قد لاحت وسنحت، فعلى المسؤولين في حكومة الوفاق ألا يضيعوها وألا يفرطوا فيها، وأنهم لو تأخروا وتباطؤوا وهم يرون أبناءهم كل يوم يسقطون، لا لعجز ولا لضعف، ولكن أيديهم مغلولة ممنوعون، لا يصل إليهم السلاح الذي يمكنهم أن يردوا به عدوهم. عدوهم متفوق عليهم تفوقا عظيما كبيرا بالسلاح الجوي والسلاح الأرضي، وهم لو تحصلوا على منظومة دفاع جوية تحميهم من الطائرات وترك القتال بين أبطالنا وبين هذا العدو بريا وزحفا على الأرض، فإنهم سيلتهمونهم في أيام قليلة. إنهم والله أبطال، أبطال بما في هذه الكلمة من معنى. لو حمتهم حكومة الوفاق من الطيران ومن هذا التفوق السلاح الإماراتي السعودي المصري الأردني الصهيوني، لو حمتهم من هذا التفوق ومكنتهم من نصف أو ربع سلاح عدوهم
لالتهموا عدوهم زحفا في أيام قليلة، ولن تجد لهذا العدو إلا أثره، فإنهم جربناهم والله في معاركهم البرية لا يبالون، أبطال شجعان مقدمون يحملون أرواحهم على أكفهم. فالذي نطلبه من حكومة الوفاق جزاها الله خيرا على هذه الاتفاقية أن تتممها ولا تتوقف فيها، بل تتميمها واجب لحماية أرواح أبنائهم، فإن هذه الدماء التي تسفك والفرصة سانحة لنا، ويمكننا أن نحقن الدماء ويمكننا أن ندحر العدو. لو تأخرنا ولو تباطأنا حتى يعني لا سامح الله وقع ما وقع، فإن مسؤولية هذه الدماء ومسؤولية هذا الاقتحام ومسؤولية هذا الفساد العريض الذي سيقع في الأرض وفي البلاد وفي العاصمة، فإن مسؤولية ذلك هي في أعناق الرئاسي وحكومة الوفاق، لأنه لا عذر لهم بعد اليوم. هناك يد تمتد إليهم وتقول اطلبوا ما تريدون فنحن مستعدون. لم يشترطوا أي شرط، لم يشترطوا علينا أي شرط فيه تعجيز حتى نتلكى ونتعذر، بل قالوا ما تريدونه نحن مستعدون. فلا بد على الحكومة، يجب عليها أن تبادر، يجب عليها أن تبادر، وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية، فإن الخيوط تتكشف لنا يوما بعد يوم بأن ما يجري هو مشروع صهيوني حقيقي. لقد تسربت أخبار من قبل وتأكدت من هذا الأسير المجرم الطيار الذي اعترف أنه قد خرج بطائراته في أكثر من 1500 طلعة يضرب الأبرياء ويضرب العلماء ويضرب المشايخ ويضرب أهل درنة وأهل بنغازي وأهل قنفودة وأهل السواني وأهل الفرناج، الأطفال الذين ماتوا في هذه الأيام كلها وقبلها من النساء والأطفال والبنات والنساء، اعترف بأنه خرج في أكثر من 1500 طلعة وهو يقتلهم، وحسب كلامه يجيفهم. انظروا إلى أي حد يصل الإجرام بهذا الظالم المعتدي الأثيم. فهذا بعض ما علم، وما خفي أعظم، وأن هذه القوات التي فيها هذا المجرم الطيار وفيها غيره ممن هم مثله وأشد إجراما، تأتيهم خبرات وعساكر صهيونية إسرائيلية تأتي لدعم حفتر لتدريبهم على حرب الشوارع وحرب المدن. انظر إلى هذا الحلف السعودي الآثم، هذا الحلف السعودي الإماراتي الأردني المصري، حلف صهيوني حقيقي. علينا أن نعرف هذا، وعلينا عندما نقاتل هؤلاء الظلمة نعزم على أننا نقاتل المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني يا أبطال يا مجاهدون جاءكم بين أيديكم، افرحوا به. أنتم منعتم من قتال الصهاينة في غزة وفي فلسطين، ها هم أتوكم هم وحلفاؤهم إلى دياركم، فلا تبالوا بهم. عليكم أن تدخنوا فيهم قتلا وأسرا وضربا، فإنهم ظلم مجرمون أعداء الله
وأعداء رسوله وهم حلف مع الأعداء على المسلمين، وهذا الذي أسر وإلا غيره، هذا بعض الجزاء الذي يناله في الدنيا، الإذلال الذي يراه هو ولا غيره ممن يؤسرون، هذا بعض الإذلال الذي كتبه الله تعالى عليهم في الدنيا بسبب ظلمهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذي أقوله وأعيده وأكرره لحكومة الوفاق إن هذه الفرصة قد لا تتكرر، فلا تتأخروا، فإن أبناءكم في أمس الحاجة إلى الدعم، إلى الدعم بالسلاح وبالعتاد وبالقوة وبالمال وبمنظومة الدفاع الجوي بحيث يحمون أنفسهم، بعد ذلك يعني لا تحمل همًا، فإنهم بإذن الله منتصرون والله ناصرهم، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحكم في أخذ بعض الاتصالات. عبد الحق، منين عبد الحق؟ نعم عبد الحق، من أي مدينة؟ من طرابلس. تفضل عبد الحق من مصرات. أنا أخر عندي تو كلام الشيخ فاك الله فيه، نعم. في حلقة مع خالد. نعم تفضل يا أخي كريم، تفضل. كيف حالك شيخ صادق؟ نعم عبد الحق، هو معي وضع صار يفكر فيه ومع القياس مع الفارق، بس ما يشدوش فيه، يفكر فيه في غزوة الأحزاب يا شيخ الصادق، الحلف هذا اللي تكلم عليه. نعم. حلف الأحزاب إذا روكم فارق ورايش مع آل سالول هذا وآل سعود، من صدق كان النفاق يتفاهم على الدولة الإسلامية في مهد هذاك الوقت. سبحان الله، تصور محطة رابلس مع القياس مع الفارق بس ما يشدوش، يفكر فيها في المدينة هي ما تخذوا في الأحزاب يا شيخ الفارق بالله يطرق لها. نعم. وفيه هيك تشابه، وجه تشابه كبير، ما نقولش 100% لكن وجه تشابه كبير يا شيخ الفارق. طيب شكرا اتصال. شكرا شكرا عليك. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا اتصالك. معي في اتصال آخر. نعم أم همام، طرق عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. مرحبا بك شيخ، لا لا كيف حالك؟ لا بأس عليك، تفضلي. نعم شيخ صادق، مرحبا. يسمعك الآن الشيخ، لو تفضلت بسؤالك. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في داري بإذن الله، ونفع الله بعلمك وعانك الله على علينا. نعم هو ممكن سؤال مكرر يعني وكذا مر، يعني هو مجرد طلب. أني أتمنى أن يبقى هذه عملية الحك للجبهات، هناك عجز واضح في ضروريات الحياة من حيث السلع التموينية وضروريات من التوجو بارد، في نقص في الواقيات من الأمطار، نقص بالمعاطف اللي تقيهم البرد، كذلك في يعني القفازات، ففي عجز يعني. نعم. وفي حتى قصور، وحتى من الناس اللي قلبها حتى على البلاد يعني مهتمين حتى بالثورة، ففي قصور واضح. نعم. سواء من التجار ومن الناس العادية، يا ريت يستمر هذا الحد. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني فيما يخص، هو سؤال عادي بإذن الله. نعم. فيما يخص الذمة المالية الخاصة بالمرأة، هل مهر المرأة المؤخر يعتبر دين عليه على الزوج، ولا بد أن يقضيه في حياته؟ يعني الزوجة اللي توفى زوجها ولم يقضي المؤخر، هل يبقى دين عليه وعلى أولاده أن يقضوه، أو أن طيب. يعني يسقط عليه؟ واضح واضح. وذلك حتى فيما يخص مرتبها، هل يجوز الزوج أن هو يتحكم في المعاش نتاعها؟ هل محطة هو أن يوقع على شيكاته ويشهد هذا، هل هو من حقه أم أن هذا يخص المرأة؟ طيب يجيبك شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. نعم أسامة بن غازي. نعم. أسامة لو تسمعني من الهاتف. السلام عليكم.
الشرق. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. السلام عليكم. مرحبا بقناة فبراير، قناة الحق وقناة الحقيقة. ربي يحفظ المفتي ليبيا وربي يثبت إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يحفظكم يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، شكرا. عبد الحميد من مصراتة. عبد الحميد. ألو. نعم تفضل عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نهارك طيب ان شاء الله، ونهارك مبارك يا شيخ عبد الله ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. وتحيه ليك وتحيه للشيخ مع الفاضل، الشيخ مع العزيز عيان، الشيخ الصادق. اهلا وسهلا بك. ولا بارك الله فيك ان شاء الله، ربي يطول عمره وربي يحفظه ان شاء الله. امين، بارك الله فيك. سؤال الشيخ كالتالي، يعني في يعني مجموعه يعني في مسجد، وكانت في صلاه الظهر، وكان في امام راتب، الإمام بدا يعني مشاش، فالجماعة هذيما يعني ما قدموش حد ولا حد يقدم يصلوا، فصلوا فرادة يعني. فنبغى نعرف حكم الصلاة، هل جائزة ما هي جائزة، صح ما هي صح إن شاء الله. طيب يجيبك السؤال. واضح السؤال؟ واضح إن شاء الله، يجيبك السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم صلاح من جدابية. يا شيخ. أهلا وسهلا بك صلاح، تفضل صلاح. كيف حالك؟ كيف حال الشيخ سالم؟ اهلا وسهلا بك، الحمد لله. بس الله نكون براس لنا باذن الله، براس ليبيا. امين. تفضل يا اخي. الله ان يحفظكم. امين. بارك الله فيك. لا يا شيخ، نبيك تطرقون على موضوع حوثنا السجناء في عند جماعه الربع، حضرهم الله. والله لدينا ناس يا اخي، ناس يعني من ناس المجاهدين ومن اكبر الثوار في ليبيا معروفين. نعم. لا يوجد لديهم ظهر. تخيل يا اخي، دكتور حامل كتاب الله، تبع روايات، رجل ومعه دكتوراه، يسجن ويتهم قضية مخدرات. وكيل وزارة كان فيها ثورة 17 فبراير. كل الناس يشهدون هذا الشخص. نعم. وغيره من القادات، بنغازي وجدابية ومشراتة ومن طرابلس ومن كل مكان عندهم مداخل المجرمين. نعم. بس الله يحفظكم. امين، شكرا لاتصالك يا اخ صلاح. في نعم محمد من طرابلس. نعم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي. شو حالك شيخ عبد الله؟ اهلا وسهلا بك، تفضل، مرحبتين. حييك ونحيي الشيخ الصادق ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب. الله يسلمك، اعطينا سؤالك لو في سؤال. سؤال والله انا من قاعدين يا شيخ عبد الله. نعم. نبو فضيلة الشيخ الصادق طال الله في عمره ان شاء الله، يوجه لنا كلمة للمسؤولين المتقاعدين. والله انا اخذ 450 جنيه وصاحب اسرة وكذا يعني. نعم. 450 وصاحب اسرة وناس كبار يعني، فضيلة الشيخ الصادق طال الله في عمره، وجه كلمة للمسؤولين ينظروا نظرة للمتقاعدين هذو، وخاصة عند قرارات تسويت زيادتهم وكذا يعني. نعم. مش معقولة، مش ما فيش مساواة. وين المساواة؟ كيف ربي بيوصلنا حتى المساواة المعاشات ما فيش. طيب إن شاء الله يعلق الشيخ، بارك الله فيك. نعم محمد من ترهونة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يبو الشيخ يا تفضل يا اخي تفضل. نعم يا اخي محمد، اعطيني سؤالك. نعم اسمعني من الهاتف يا محمد. محمد لو تسمعني من الهاتف. طيب اذا قطع الاتصال، اعطينا في اتصال اخر. طيب لو يوجد اتصالات ممكن. نعم شيخنا في اتصال اخر. من؟ أم التوار. نعم تفضلي يا أم التوار. نعم يا أم التوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نعم. لا إله إلا الله، نحييك ونحيي فضيلة الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني، وحفظ الله وحفظكم وحفظ جميع الأمانة الطيبين اللي حاملين كتاب الله. نسأل الله العلي القدير الذي خلق السماء والأرض، ونسأل الله الذي لا إله إلا الله محمد رسول، مش عارفة كيف ندعي، يحطم شفتر وعوانه. آمين. يحطم شفتر وعوانه،
نسأل الله نبيه يومكم ورد وجعل شتر محروق حرب أبجاه من خلق السماء والأرض. نسأل الله العلي القدير يجعل يومكم نوار وجعل شتر منهار وإن شاء الله الدعاء ما يطيح بوطار. نسأل الله العلي القدير يجعل يومكم مبروك وجعل شتر مهلوك واجعلكم وين ما تشوروا تنوروا واجعلكم وين ما تروحوا عطر تفوحوا بمبادئ سيدنا محمد صلى الله عليه ألف صلاة وسلام. نسأل الله يحفظكم من السوء يحطم سيسي يحطم بن زايد يحطم بن سلمان يحطم هذاك اللي يقولوا له عبد الله ملك الأردن ماكرون يحطم هذاك المجرم بوتن يحطم المجرمين كلهم بقدرة القادر. الله ينصر ليبيا ويثبت خطاها ويسهل الله أمرها ويطلع شربتها ويطردها. شكرا للمشوار، نسأل الله أن يتقبل دعائك وبارك الله فيك وربي يحفظك. نعم محمد من وادي عتبة، تفضل يا محمد. نعم يا محمد. أي محمد معي؟ طيب إذن شيخنا لو نبدأ بسؤال أم همام من طرابلس، تقول أنها تتمنى أن يستمر الحث على الجبهات وتموينها والحرص على متابعة احتياجات القوات المدافعة عن طرابلس. نعم هذا واجب، يعني وهذا قتال فرض عين على كل قادر، ومن لا يقدر على القتال في الجبهة بالسلاح فعليه أن يقدم الدعم بأي صورة ممكنة، دعم بالدروس من العلماء ورفع الروح المعنوية وتعليم المقاتلين ونصرتهم وتأييدهم ودعم من التجار وأصحاب الأموال بكل ما يملكون، لأن هذه هي حرب 2011 رجعت إلينا مرة أخرى. هم وقفوا طيب. إذا نستقبل اتصالات، لو يوجد اتصال يمكن التواصل معه و إلى أن يعود إلينا الاتصال مع فضيلة الشيخ. نعم محمد من وادي عتبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. لك انا محمد ودعت في زوجتي طلقت الطلقه الاولى باهي. نعم. توفت الثانيه، توفت الطلقه الاولى مده 15 يوم وتوفت. يعني ورثها ما ورثهاش. نعم. توفت في العده اخ محمد. في العده. طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. حاضر يجيبك ان شاء الله. في اتصال. نعم. أي نعم ابو احمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. ربي ينصركم وينوركم يا شيخ عبد الله. آمين. الله يبارك فيك. قبل معرفتي رجعني. لو تكون في التغطية أبو أحمد، لو تكون في التغطية قطع الصوت. قبل جبهة الشيخ رجعني. نعم. ربي يحفظه إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رجع الشيخ. عذرا شيخ على الانقطاع، ربما قطع التواصل معك، ونستسمحك أيضا في هذا أخذ هذا الاتصال. من مختار؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيك أنت شيخ، إن شاء الله على كلام طيب إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك والله. نورين إن شاء الله. عندي سؤال في شيخ. لو تكون في التغطية يا مختار. تسمعني يا شيخ؟ نعم الصوت يقطع يا مختار. نعم. اي تفضل. نعم مختار لو تعيد الاتصال لان الصوت. طيب نعم ابراهيم من غريان، تفضل ابراهيم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ شلونك؟ يحفظك ويحفظ فضيلة الشيخ العلامة الشيخ الصادق. بالله شيخ عبد الله، نبغوا فضيلة الشيخ يحثنا الحكومة على أنها تراعي خدمات الناس، خاصة تو في فصل الشتاء، ومؤامرة الكهرباء يحاولوا ينقصوا الناس على أرض طرح الأحمال. نعم. بإذن الله. طيب بارك الله السؤال. فيكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا وإياك يا أخي كريم، بارك الله فيك. نعم عبد الله من شقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا تفضل. إحنا على الحوار. تفضل يا أخي كريم سؤالك. نبي. أعطيني سؤالك، بارك الله فيك. نعم. نعم يا عبد الله. طيب انقطع الاتصال، لو تعيد الاتصال بنا في اتصال اخر. لو تطلع على المباشر يا مخرج، شوف المباشر، شوف المباشر. نعم نعم، مبروك من طرابلس. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ عبد الله كيف حالك؟ طيب خونا. اهلا وسهلا بك، مرحبتين. اعانك الله شيخنا وجعل الله عملك وعمل الشيخ خالد وجه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. اللهم امين، بارك الله فيك. تقبل الله منا منكم الله. اياك يا اخي كريم، بارك والله الله. باختصار وبايجاز وفي عجاله. يعني ما الله اقول يا شيخ الصادق، ارجو انك تكون تسمع فيها، لان الانسان ولله الحمد منا يحس ان الله يحبه، انه هو من بلد انت مفتيها، ولله الحمد منا. نسال الله ربي سبحانه وتعالى يحفظك من بلد للحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى يمد في عمرك إلى أن ترى ما تقر به عينك، وهو مرضاة الله ورسوله، لأن الرسالة للعالم أجمع. والله الذي لا إله إلا هو، لا أريد من الشيخ الصادق لا مال ولا جاه ولا تقرب سلطان، إلا أني يا شيخ الصادق أشهد العالمين إني أحبك في الله. اللهم امين، بارك الله. شيخ الصادق، سؤال واحد شيخ عبد الله. تفضل. موجه للسيد المفتي، نسال الله ربي يحفظ لنا. يعني الان المبادره التركيه التي طرحت على حكومه التوافق او حكومه المجلس الرئاسي، لماذا لم ينتبه للمجلس الرئاسي ويطلبها هو قبل الرئاسه ولا الوزاره التركيه؟ يعني نحن الان نعاني اكثر من 18 شهور، مش 10 شهور، من 2014 نحن نعاني في هذا الاجرام الدولي على ليبيا، باجماع العالم يريد احتلال ليبيا وتركيحها والسيطره على ثرواتها بمباركه الامم المتحده وبمباركه اسرائيل وامريكا والمانيا، الذين يتظاهرون بالحريات ويتظاهرون بالحل السياسي لليبيا، وهم في الواقع يريدون دمار ليبيا ودمار الرجال الصادقين في ليبيا. ولكن باذن الله، والله الذي رفع السماوات بدون عمد يقين لن يكون لهم هذا، لاننا نثق في الله سبحانه وتعالى. فلماذا المجلس الرئاسي لم يطلب هذه المبادره من اي دوله اخرى؟ الان بعد ما طرحت الوزاره التركيه، لا مازال هناك ولا وقت هناك للمراوغه ولا المداوله. عليكم بالموافقه وعليكم بالتعاون بما يحفظ مصلحه ليبيا ومصلحه رجال ليبيا. نعم شكرا. جزاك الله كل خير على هذه الاستاذ. شكرا لك يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. نعم احمد من غريال، لو عاد الينا الشيخ نريد. نعم اذا اخر اتصال اذا كان. نعم احمد من غريال، انقطع الاتصال. طيب شيخنا الان كنت تتحدث شيخنا عن قضيه الحث على دعم الجبهات، تفضل شيخنا. نعم، كل من هو له قدره وخصوصا رجال الاعمال والتجار ومن عندهم الاموال، يجب عليهم أن يدفعوا ويدافعوا بقوة، يدعموا جبهات، لأن هناك تقصير كبير من جهة الحكومة. بعض المحاور تشكو شكوى مرة وتنقصها الأشياء الضرورية. الله تبارك وتعالى فرض الجهاد على القادرين، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. والله تبارك وتعالى كل ما ذكر الجهاد في القرآن ذكر الجهاد بالمال، وفي أكثر آيات القرآن هو مقدم على الجهاد بالنفس. والعدو الذي يقاتلنا هو كما ترون وكما تعلمون، هو تحالف وراءه أعداء الله، وراءه الصهيونية، وراءه أعداء الله، وراءه كل الظلمة.
فالجهاد واجب في حق الله تبارك وتعالى. يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم الأموال هي الأولى، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فعلى الناس اللي عندهم قدرة، هناك من عنده قدرة بالمال يجب أن يجاهد بالمال، هناك من عنده قدرة بالتواصل وبنفع الناس وبنصحهم وبتقديم العون للجبهات، فكل من له قدرة في شيء يجب عليه ألا يتأخر، لأن هذا الوقت هو وقت الحاجة. إن تنصروا الله ينصركم، ولابد أن تخلصوا النيات وترجعوا إلى الله وتتوبوا إلى الله، والتوبة إلى الله شرط، رفع الظلم شرط. الله عز وجل: إذا نحن فعلنا مثل ما يفعل أعداؤنا من الظلم وانتهاك الحرمات، انتهاك حرمات الله والتعدي على حدود الله وعلى الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن النصر سيكون بعيدا عنا. ولذلك أريد أن أعيد الكلام وأعرج على سؤال السائل الذي سأل على المعتقلين في كتيبة الردع، وذكر أن عنده منهم أعداد كبيرة كانوا يقاتلون حفتر في بنغازي وفي درنة، هم الآن معتقلون عند الردع، فتكلمت عليهم في المرة الماضية ولا زلت أكرر، وهذا والله من حرصي على كتيبة الردع، وليس هو يعني تشفيا ولا هو أعداء، بل حرصي من حرصي على ليبيا وعلى كتيبة الردع قبل كل شيء، أن عليها أن تتخلص من هؤلاء المظلومين عندها. لماذا هي تتحمل المسؤولية؟ لماذا وزير العدل يتهرب؟ هذه وزير العدل هو الذي ينبغي عليه أن يتحمل مسؤوليته، أما كتيبة الردع تقول هذا يعني حول إلي وهذا ألقي إلي، يعني يوم القيامة عندما يعني هؤلاء المظلومون يأخذون برقابكم، هل ينفعك يا كتيبة الردع أن تقول إن وزير العدل كذا وكذا وصفت كذا وهو ما قامش بواجبه؟ هل تعتقد أن هذا سينفعك؟ أبدا، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك إلا عملك، وترفع الظلم عن الناس وتتخلص من هذه المسؤولية، واترك وزير العدل، لأن وزير العدل هذا هو في محل يعني الإمارة، هو أعلى رتبة، هو المشرف على العدل في ليبيا، عليه أن يتحمل مسؤوليته. يعني من يعني عنده حلوها يتحمل مرها، لماذا هو وزير عدل ومشرف على المحاكم وإمكانيات وسيارات ووزارة وكذا، ثم بعد ذلك عندما يقول له عندك مظلومون في كتيبة الردع ولا في غيرها، يتنصر ويبقى يحولهم على كتيبة الردع هي تحمل المسؤولية. لا ينفعك لا وزير عدل ولا غيره. أقول لي مرة أخرى وثانية وثالثة، لابد من رفع الظلم، والردع عليها أن تنظر في ملفات مش خمسة ولا عشرة، هم آلاف، ذكرت الأمم المتحدة هم أكثر من 2000، لابد أن يكون نظر فيهم مجمل بجميعهم، ما يترك منهم أحد، ما دام عندنا مظلوم واحد لن تقوم لنا قائمة، وهذا فيه نجاة للردع قبل نجاة لغيرهم، قبل نجاة ليبيا. فهذا أكرره وأطالب به ولا زلت أطالب به، وأحمل رئيس كتيبة الردع مسؤولية ذلك حتى يحرر المسجونين من تحت يدي، ولا يسمع لا لوزير العدل ولا غيره، فإنه سيقف أمام ربه وحده وسيكلمه وحده، وكل شخص يأتي يوم القيامة فردا، لا ينفع والد عن ولده ولا مولود هو جاني عن والده شيئا،
يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لا وزير عدل ولا رئاسي ولا أحد ينفعه، كأولياء مظلومون والظلم لابد فيه من القصاص. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أيضا تسأل أم همام تقول هل مؤخر العقد القران دين على الزوج حتى بعد مماته؟ نعم، هذا المؤخر من الصداق دين من الديون، لابد عند الأجل على الزوج أن يوفي به، إلا إذا تسامحت المرأة الزوجة وتركته. الله تبارك وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يجب عليك أن تعطيها مهرها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا كان هي الزوجة بطيب خاطرها تسامحت مش بسيف الحياة، ولا مجاملة، وتعلمها أن تعلم في داخل من داخليتها أنها هي تريد وتتمنى أن تصل حقها من هذا المهر، ولكن يمنعها الحياة من المطالبة به، فعليك أن تدفعه ولا تسعي إلى هذا الحياة، لأن ما أخذ بالحياة يعد كالغصب. فالزوج الأزواج عليهم أن يوفوا مهورهم في حياتهم، لأن الزوج إذا مات وبقى عليه الدين فإنه سيحبس به، يحبس به ويعذب به في قبره لأنه فرط. لو كان هو ما عنداش والله كان في ضائقة ولا حاول أن يؤدي وما استطاعش قد يكون في عفو، لكن إذا كان عنده قدرة ويماطل ولا يستغل حياة المرأة ولا يؤدي لها مهرها، فإنه إذا مات وعليه هذا الدين فإنه يعذب به حتى يؤدى عنه. أيضا تسأل تقول هل يجوز للزوج أخذ مرتب زوجته والتصرف فيه؟ مرتب الزوج هذا، مرتب الزوجة هذا لابد أن يكون مبني على التوافق، لأنه عمل المرأة نفسها خارج البيت لا يكون إلا بالتوافق مع الزوج. فإذا كان الزوج منعها من ذلك فلا حق لها في أن تخرج للعمل. فما إذا كان حصل توافق بينهم لابد أن يوفى بهذا التوافق. إذا كان أذن لها بأن تخرج وتترك البيت ويجي هذا على حساب يعني راحته في بيته وراحة أسرته وأولاده، وضحى بذلك من أجل أن يقتسموا أو تصرف من هذا المرتب على البيت، فيجب عليها الوفاء بذلك. وإذا كان يعني هذا كله يخضع إلى التوافق، من حقه أن يقول لها أولادك محتاجين لك والبيت محتاج لك وعليك أن تكفي. فإذا هم توافقوا وأذن لها بذلك مقابل أن يكون شيء من مرتبها للبيت، فيجب عليها أن توفي بذلك. لكن هو من حيث المبدأ إذا أذن لها من غير شرط فمرتبها من حقها، لا حق له في أن يتدخل فيه. جزاكم الله خيرا. عبد الحميد من مصراتة يقول أن في أحد المساجد غاب الإمام الراتب فصلى الناس فرادى في المسجد، فهل صلاتهم صحيحة؟ الصلاة صحيحة، ولكنهم حلم فضل جماعة، والجماعة سنة مؤكدة وهي من شعار الإسلام، والحرص عليها ينبغي أن يكون شديدا، حتى إن كثير من العلم يرون أنها واجبة، ولكن علماؤنا يقولون الصلاة صحيحة وفاتهم فضل جماعة، ولكن لا ينبغي أن يتكرر منهم ذلك. عليهم إذا غاب الإمام أن يقدموا شخصا آخر يأمهم، لأن لأجل ذلك شرعت المساجد، شرعت لإقامة صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فلا ينبغي أن يكرروا مثل هذا العمل، هذا عمل غريب ما ينبغيش أن يتكرر ولا يكون. نعم. الأخ محمد من وادي عتبة يقول أنه طلق زوجته وتوفت أثناء العدة، فهل له الحق في ميراثها؟ إذا كان الطلاق رجعيا لابد هذا أن يتصل بدار الإفتاء ويسأل كم طلق مرة، وهذه الطلقة اللي ماتت فيها في عدتها هل هي طلقة رجعية قالها أنت طالق، ولا طلقة مقابل صلح وخلع، ولا مقابل أي شيء آخر.
فإذا كانت هي طلقة رجعية وليست هي الطلقة الثالثة وماتت في العدة فهو يرثها، لأن المرأة في عدة من في العدة من الطلق الرجعي حكمها حكم الزوجة، إذا ماتت يرثها وإذا مات هو وهي في عدة ترثه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وحفظكم المولى الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدين على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.